يا هلا بكم، يا مرحبا. بعد ما سروا الربع سامر مع ابن الجوزي وكتابه النفيس صيد الخاطر، يقول: ودع التوقع للحوادث إنهم للحي من قبل الممات مماته. فعلا يا أخي، بعضهم يفكر في المرض ويمرضه ما فيها إلا العافية، يفكر يوسوس بالموت تجاه الموت وعاد حي، وبعضهم يفكر في العجز والمشيب يشيب وعاد شباب. يا أخي، النفس تحتاج مخادعة، ولا زالت النفوس تتأثر بالظاهر. السلف رحمهم الله كانوا يخضبون لحاهم، يحسون بالنشاط والشباب. يا أخي، أنت لو تروح الحلاق وتحلق وتضبط تحس أنك ولد حتى لو كنت شاي. يا أخي، تحس أنك زين حتى لو كنت شيء. فالظاهر يؤثر على الداخل، تبتسم تسعى الداخلية. عليكم بالتفاؤل وحسن الظن، ولا تتعبون أنفسكم على شيء لم يحصل وقد لا يحصل. دع المقادير تمشي في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال.